أننا الآن في منطقة دكالة، دكالة التاريخ والأصالة، رمز للعنفوان والشموخ، مركز معروف بالتنوع الثقافي. ذكرت عدة أقاويل في سبب تسميتها، قد قال البعض أنه اسم لقبيلة أمازيغية سكنت المنطقة إلى غاية قضاء الموحدين على مملكة برغواطة، فيما يقول البعض الآخر أن معنى دكالة هو الأراضي المنخفضة، لكن هذا الجزء منها يعاني هو الآخر من قلة التساقطات أثرت بشكل ملموس على الحيوانات بمختلف أنواعها والتي تعد موردا هاما لعيش الساكنة، فقد تأثر المجال الفلاحي في هذه المنطقة، فمعظم الأراضي بورية تعتمد أغلبها على مياه الأمطار، فحتى الأهبار جفت ولم تعد تسد حتى حاجيات سكان هذا المكان. كيف ما كتشوفوا معنا الاخوان، حنا دابا في بئر الشحم. بئر الشحم اللي توا بحال بزاف ديال البيار، توا ما بقاش فيه الموت داك يوكه كيف ما كتشوفوا معنا هنايا. راه دابا جبت من جبت والف، انا ملي نجيب له عامر جبت فيه غير النص. هادشي كيبين على ان الجفاف توا بدا كيوصل للمنطقه هنايا. دابا هي المشكله حيتاش كيستافدوا منه بزاف ديال الدواور، بحال دوار العزيب ودوار ولاد علي، دوار ولا الطالب ودوار الحشافه. هادشي كيخلي البير وكح وما يبقاش فيه الماء وبزاف ديال الحوايج اخرين، بنادم ما كيبقاش يستافد. موالف كتجي القنب ديال الكلوب كتشيط دابا، وليتي خاصك تجري قنب اخرى وتزيد على داك القنب اللي داير، عاد باش داك اللي يوصل للملتا لتحت. هادشي كيبين الجفاف ديال المنطقه وانه خاص شي حل، يقدر يتحفر شي بير خور ولا شي حاجه اخرى، المهم يتنفس على بير شحب شويه. هاد البير اللي البير معروف انه قديم، راه حافلون البرتغال في ديك الفتره البرتغاليه، تحفر في الفتره البرتغاليه اللي كانت ملي كان الاستعمار البرتغالي لمنطقه الدكالة، وبقى لحد الان وبقى الناس كيستافدوا منه حتى لحد الساعه، ولكن المشكله دابا عليه الضغط. كنتواجدوا الان في دوار ولاد طالب جماعه ولاد سبيطه، وبالضبط من هذا المكان كيتسمى دار غولي اللي من المعمرين الفرنسيين اللي جاوا للمغرب في الحقبه ديال فرض الحمايه على المغرب ما بين 1912 حتى نال المغرب الاستقلال ديالو انذاك في 1956. وغولي كان معروف عند الساكنه بانه مستبد ومن وكيمارس السلطويه ديالو على الساكنه المحليه ديال هاد المنطقه.
كتشوفوا معنا هاد المنطقه تشبه مجموعه من الكهوف. هاد الكهوف هذه في الاعتقاد ديالي كانت مقر عسكري ديال القوات البرتغاليه في الحقبه ديال الاحتلال البرتغالي لمنطقه الدوكالا انذاك في القرن السادس عشر ميلادي. بين المناطق العسكريه اللي كانوا الفرسان البرتغاليين كانوا كيخرجوا باش ياخذوا الضرائب والجبايات من الساكنه ديال منطقه الدوكالا. وكانت في التعامل ديالهم مع الساكنه المحليه كان واحد النوع ديال القسوه والظلم والاستبداد، بحيث ان احد المؤرخين يذكر بان الفرسان عندما كانوا يريدون اخذ السوار من يد المراه المحليه كان لا ينتظر حتى تنزع السوار، بل يقطع يدها ثم من بعد ذلك ياخذ السوار. هذا الامر يبين ظلم واستبداد الاستعمار البرتغالي آنذاك للمنطقة. مش غير هذه المنطقة اللي هي بحدها كان في الاستعمار البرتغالي. الاستعمار البرتغالي كان في كل من آسفي وأزمور، وبالضبط أزمور، وكذلك مدينة الجديدة اللي كانت تسمى آنذاك بمازاغان. مازاغان اللي كان الاحتلال البرتغالي كان مستوطن بها لعدة أسباب، من بينها أنها قريبة من الساحل. المحيط الأطلنطي اللي كتسهل على الاستعمار أنه ينقل دوك الضرائب اللي كان والجبايات اللي كان كياخذها من على الساكنة، وكذلك كتسهل عليه باش حتى لا كان شي هجوم ولا شي حاجة كيوصلوه الإمدادات عن طريق البحر. لقد عاش الإنسان في هذا العالم الشاسع كما عاش معه شغفه وفضوله في اكتشاف أشياء جديدة شكلت هويته وكشفت الغطاء عن إبداعاته وميولاته الفكرية، وكل هذا يبرز فيما صنعه البشر القدماء أو أبناء العصر. فقد ارتبطت أعمال وإنجازات الإنسان ببيئته ومحيطه، سواء أكانت مرتبطة بما هو صناعي أو فكري أو زراعي، كما هو الحال بالنسبة لهذه الكروم الضاربة في القدم والتي لطالما استفاد الإنسان من ثمارها من منذ فجر البشرية حتى الساعة. فأينما تمركزت هذه الأشجار النافعة حتى وإن كانت في مناطق نائية تجد بجوارها مدلولات وآثار من قبور يبين عدم انتظامها بأن أصحابها نالوا حتفهم على يد الطاعون أو ما شابه. هذا الأمر لطالما يوضح لنا مدى عراقة هذه الفيافي وتعمير الكائن البشري لها. فيا له من كائن أذهل علماء الآثار والأركيولوجيا وجعلهم يحاولون فك ألغاز مخلفاته العديدة. كانت هذه غير البداية من جانب من دوكالة الكبرى.